قلت لك قولي الرقم اللي بدك اياه وبتاخديه. وبركي قلت لك 10 او 15 مليون، شو بتعمل؟ بتاخديهم وعلى دوز بارا، بس بعد ما بتاخديهم بتسكري تمك وبتنزلي الولد اللي ببطنك. المشكلة اني تعودت على البيبي، عودت حالي انه انا رح صير ام، وكتير رح ازعل اذا نزلته. صدقيني المصاري بتنسي الزعل وتخلي الواحد يفرفش ويزد كل شي ورا ظهره. سبعة مليون منيح؟ أنا ما رح أدخن مشان البيبي. طيب إذا صاروا 10 مليون؟ بدخن إذا صاروا 15 مليون. برافو. طيب وأنا شو بيضمن لي بعد ما تاخدي المصاري إنك ترجعي تعملي لي وجع راس وأفلام واتصالات وتهديد وما بعرف شو؟ لا أطمن، أنا قلبت علاقتي بيني وبين حالي. إذا ضمنت المصاري وصاروا معي لا رح اتفق مع حدا ولا رح خلي حدا يتدخل بيناتنا. وانت مو قلت انه المصاري بتنسي كل شيء، وانا بجوز شوفك بالطريق وما اعرفك. حلو، وهذا هو المطلوب؟ صدقتي حالك يا غبية؟ صدقتي انك مسكتيني من طرفي؟ صدقتيني رح اتركك تهبشي مني مصرياتي؟ شو عليه؟ انبسطي لك ساعتين زمان. 15 مليون وما رح نزل الولد، ورح خلي وليد يتزوجني، وهيك بطلع ربحانة على الطرفين. شو يا فهلي؟ رح تخلي ولادك يروحوا لعند هالحقير وانت قاعد حاطط رجل على رجل ليقلب لهم عقلهم ويقلبهم ضدك؟ هالجوازة لازم أوقفها أنا، وولادي رح خليهم بطرفي. مالي غير واجه حاتم قدامهم، ما في ينكر قدامي.